بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، يقول الاستنجاء ليس هو من سنن الوضوء ولا من فضائله، بمعنى أنه لا ارتباط بين الاستنجاء والوضوء، ليس هما عبادة واحدة، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ دون أن يعيد الاستنجاء إذا كان لم يكن بالمحل نجاسة، معناه يمكنه أن يتوضأ ولا يستنجى، خلاف لما يعتقده العامة أحيانا أنه كلما أراد أن يتوضأ يستنجي. فالاستنجاء ليس هو مطلوبا، ليس مطلوبا للوضوء، بل هو عبادة مستقلة وأمر مستقل يجب فعله عند الحاجة إليه عند دخول الخلاء. فإذا استنجى الإنسان مرة واحدة لا ينبغي ولا يطلب منه أن يعيد الاستنجاء من أجل الوضوء، لذلك الاستنجاء ليس هو من مستحبات الوضوء ولا من سننه. وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. وهو إيش؟ وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار. به بالاستنجاء، يعني هو ليس من له متعلق بالوضوء، وإنه من باب إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة يقول إنها تكون بواحد من أمرين، إما بالاستنجاء وإما بالاستجمار، وكأنه هنا يريد أن الاستنجاء يطلق على التنظف بالماء، والاستجمار يطلق على التنظف بالحجارة ونحوها، ولكن الواقع الاستنجاء هو إزالة محل النجو، النجو اللي هو ما يخرج من البطن من ريح أو نحوه، يعني ما يخرج من البطن، كل ما يخرج من البطن، ما يخرج من القبل ومن الدبر حتى الريح، كله يسمى نجو. والمراد به هنا إزالة النجو، إزالة ما يخرج من البطن أو إزالة ما يخرج من القبل أو من الدبر، وإزالته قد تكون بالماء وقد تكون بالحجارة بالجمار. فالاستنجاء معناه اللغوي يعني يصلح للاثنين، يصلح للتنظف بالماء والتنظف بغير الماء. أما الاستجمار فهو مأخوذ المشتق من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، ولذلك هو خاص بالتنظف بالحجارة ونحوها من كل ما يزيل النجاسة من المحل ولا يؤذي. فإذا الاستنجاء يشمل التنظف بالماء وبغير الماء بكل منظف، والاستجمار هو خاص بالتنظف بالجمار أو الحجارة وشبهها من كل طاهر منق غير مؤذ غير محترم. يعني هذه الأوصاف اللي يكون بها الاستجمار، يعني طاهر بمعنى أنه لا يجوز الاستجمار بالنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأمرني أن آتيه
بثلاثة أحجار، فالتمست فوجدت حجرين، فجئت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروث وقال إنه ركس، معنى نجس. فهذا يدل على أن الاستجمار لابد أن يكون بشيء طاهر، لا يكون بشيء نجس، وكذلك لا يكون بشيء مؤذن ولا بشيء محترم. لا يجوز تنظف بالطعام ولا بالنقود لأنها أشياء محترمة، ولا يجوز التنظف بشيء رطب لأنه لا ينظف. لا يجوز الاستجمار بشيء رطب لأنه لا ينظف، مثل النايل أو عجين أو أي شيء آخر أو طين رطب، لا يجوز لأنه يزيد النجاسة انتشارا ولا ينظفها، ولا يكون مؤذن، ما يكون بشيء مؤذن مثل حجارة رقيقة أو زجاج أو نحو ذلك. ولا يكون بعظم، ولا يكون بعظم، للنهي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الاستجمار بالعظم قال إنه طعام إخوانكم الجن، فمنع من الاستجمار بالعظم. فيحرم الاستجمار بالروث اللي هو نجس، ويحرم الاستجمار بالعظم، ويجوز الاستجمار بكل شيء آخر مطهر، يعني ورقة أو خرقة أو تراب أو حجر أو طين يابس لا غير ذلك. لم يطلب هنا في الاستنجاء بالماء أن هو يكون بالماء المطلق، يعني مثل إزالة النجاسة فيه، هو لأنه يعني عندما يذكر لفظ الماء ينصرف إليه، يعني استجمار الاستنجاء لو أزالها بغير، إذا كان يستطيع أن يزيلها بأي شيء آخر، يعني فحتى لو أزالها بماء مختلط، إذا أزالها بشيء مختلط أو بماء آخر غير الماء، عند الجمهور أن عين النجاسة تزال ولكن حكمها باقي، وعند علماء الحنفية يجوز إزالتها بكل ما يعين. وذكرنا استدلالهم البارحة بحديث عائشة فيه، فقالت بريقها، يعني الثوب الذي فيه أثر دم الحيض، قال فقالت بريقها فقصعته بظفرها، يعني حكته بظفرها. لكن الجمهور قالوا هذا لأنها نجاسة قليلة معفو عنها، لكن النجاسة الكثيرة. نعم، أنا قصدي استفساري ما دام أجاز استعمال أي شيء آخر مثل الحجارة أو المنديل أو أي شيء آخر، فمن باب يعني إزالة النجاسة من البدن أقصد وليس من الثوب، تزال حتى يعني بالماء، يعني ألا يقاس هذا، يعني تزال حتى بالماء المختلط وكذا؟ يعني لا قياس مع نص، لأن الاستجمال لو لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما قاسه شيء آخر، عالم لم يذكر أي شيء آخر بخصوص البدن، يعني بخصوص البدن، يعني فورد فيها التنظف بالماء هو الاستنجاء، وورد في آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا إن الله أثنى على الأنصار في هذه الآية، فسألوهم عن تطهرهم قالوا إنهم يتطهرون بالماء على خلاف عدد قريش كانوا يتنظفون بالحجارة، فأثنى الله عليهم في هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني تطهرهم كان بالماء كما ورد في الحديث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار في حديث عبد الله بن مسعود. الماء أفضل، استعمال الماء أفضل، وإذا أراد الإنسان أن يجمع بينهما يقدم الحجارة أولا ثم يستنجي بالماء، لكن لو اكتفى بأحدهما يكفيه، وعند الاختيار الماء أفضل من، لأن الحجارة أجازها الشارع لحاجة الناس إليها، لأن الناس في أسفارهم ليس دائما يكون معهم ماء، فأذن لهم ورخص لهم في استعمال الحجارة، والحجارة في واقع لا تزيل النجاسة بكلية وإنما يبقى أثرها، والشارع عفى عن أثر النجاسة في محلها. هذه حاجة
يعني مستثنات أثر النجاسة في محل خروجها عفى الشارع عنه لو بقي أثرها ولا رائحتها ولا أي أثر فهو معفو عنه للحاجة إليه، لأن الناس لا يجدون دائما الماء في كل وقت. لكن في غير محلها لا يعفى عن أثرها، لو كانت النجاسة منتشرة خارج محلها بين الرجلين أو في الأنثيين أو في موضع قريب من العورة فلا يكفي فيها الاستجمار، لابد فيها من غسل بالماء، لأن أثر النجاسة لا يعفى عنه إلا في محل خروجها فقط. وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، ويجزئ فعله بغير نية. أي هذه تكلم عن النية هنا، لأن الشأن في الأشياء التي تكون عبادة أن تكون بنية، لكن هل إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب هي عبادة فيها خاصية العبادة، وإلا هي إزالة وتخلي من شيء ليس فيه معنى العبادة؟ فيما يتعلق بالنية العلماء يقولون إن الأشياء على ثلاثة أنواع. نوع هو عبادة محضة لا يقبل النيابة، هذا لابد فيه من نية، مثل الصلاة اتفق العلم جميعا على أنها لا تصح من غير نية، لأن المقصود فيها هو لا هي تقبل النيابة ولا تصح من غير نية، لا يصح أن يصلي أحد عن أحد، أن عبادة محضة المراد منها والغرض منها هو الابتلاء والاختبار، اختبار الشخص نفسه لاختبار غيره، مثل واحد يتقدم لامتحان في جامعة ولا كذا، هل يمكن أن يوكل شخص آخر يقوم عنا بالإجابة ويجتاز الجامعة؟ يمكن أن الغرض هو اختبار شخص لذلك الشخص. كذلك العبادة هي الصلاة أو العبادة المحضة، ملاحظ فيها اختبار عين الشخص وذاته، ولذلك هذا الاختبار يمكن أن يتعدى إلا بأن يختبر الشخص بنفسه، ما إذا كان هو يقبل الاستسلام والانقياد لله عز وجل ولا يقبل، ولذلك هي لا تقبل نيابة ولا بد فيها من النية. ونوع آخر هو عادة محضة ليس فيها شيء من العبادة، ويكفي صورتها في حصول المقصود منها، مثل ترك المعاصي، لا يشربش الخمر، لا يزنى، لا يسرق، مثل أداء الديون، شخص يريد منك مال فترده إليه، لو لم تنوي لا يضر، نويت أو لم تنوي، نويت أن تترك المعصية أو لم تنوي لا يضر، ترك المعصية تؤجر عليه، وإن كانت النية تعظم الأجر، عندما يصح للإنسان النية أنه ترك المعصية من أجل الله يعظم أجره، وعندما يصح للإنسان النية فأداء الدين ويريد الدين لأداء الحقوق التي عليه أيضا يعظم أجره بهذه النية. وكذلك مثلها من النفقات والواجب على الإنسان عندما يؤديها أو علف الدواب، أو كل هذه أشياء هي عادات محضة لا تشترط فيها نية. وهناك أشياء فيها جانب تعبدي وجانب عادي، جانب له يتعلق بالعبادة وجانب هو متعلق بالعادة، مثل الزكوات والكفارات، ومنهم من يلحق بها إزالة النجاسة أيضا. فالكفارات والزكوات فيها جانب تعبدي من حيث أن الشارع حددها بمقادير وشرط لها شروط، لابد أن تبلغ النصاب والمقدار كذا، فالشروط هذه لا تكون عادة إلا في الأشياء التعبدية. وفيها جانب عادات وهو مواساة الفقير والإحسان إلى الناس والتضامن والتكافل بينهم والتعاون، وهذا فيما يتعلق بالزكاة. وفيما يتعلق بإزالة النجاسة، الصحيح أنه لا تجب لها نية، لكن هناك من يلاحظ فيها جانب تعبدي، وهو لأنها مقدمة للصلاة، الصلاة هي عبادة وقوف بين يدي الله عز وجل،
فاشترط لها الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث، بحيث تكون العبادة على أكمل وجه وعلى أكمل صورة، فهي مكملة للعبادة. من هنا كان فيها وجه تعبدي. هناك من يرى أنه ليس فيها وجه تعبد، وإنما هي مجرد تخلي وترك لما هو مستقدر والتخلص منه، وهو أمر يعني جبلت عليه النفس والطباع حتى ولو لم يرد به الشرع. فهي جانبها جانب يتعلق بالعادات أكثر مما يتعلق بالعبادات، وهذا وجه من يقول له لا تجب لها النية، وهو المشهور أكثر لم يقول لا تجب لها النية. استدل بحديث صاحب القبر شيخ أنه كان لا يتنزل البول، أنه عوقب على أمر، ولو كان إزالتها مجرد عادة ما يعاقب على العادة. هو عوقب يعني لأنه كان يصلي بالنجاسة، نجا العقاب لأن صلاته باطلة، صلاته أتى العقاب من حيث أن صلاته غير صحيحة. لكن لو افترضنا أن الإنسان يعني بقي في ثوبه نجاسة من البول ثم غسلها وغسل المحل وبعد ذلك توضأ وطهر وتنظف وصلى لا يعذب. هؤلاء لماذا عذبوا؟ عذب لأن كونه يتنزه من البول ويصلون به، هذا هو محلل. زي ما قلنا ملحظ الذين قالوا إن إزالة النجاسة فيها جزء تعبدي لأنها متممة للصلاة، لأن الإنسان بيقف بين يدي الله فلابد أن يكون على أكمل الوجوه وأفضلها وهو الطهارة. فأكثر أهل العلم يقول أنه لا تجب لها نية إزالة النجاسة، لا يعدونها من ما كان هناك من لاحظ الجانب الآخر. وكذلك غسل الثوب النجس. وكذلك غسل الثوب النجس يعني لا تشترط فيه النية، يعني لو الإنسان غسل ثوبه بدون أن ينوي أن ينظفه من النجاسة فقد أزيلت النجاسة والغسل صحيح، لأن القاعدة أن التروك كل ما هو من التروك، كل ما هو ترك المعاصي، ترك الغصب، ترك التعدي، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك أي شيء، كل ما هو من التروك لا تشترط فيه النية لتركه لصحته، لأن صورته أو المقصود منه يحصل بصورته هو. إذا تحققت الصورة حصل المقصود، إذا الإنسان ترك المعصية حصل المقصود ذاك المعصية، وهكذا كل ترك. وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج بعد غسل يده، يعني بعد بل يده، يعني من المطلوب في الإنسان قبل أن يستنجي وقبل أن يلامس النجاسة بيده أن يبل يده بالماء، لأن اليد المبلولة لا تتمكن منها النجاسة كما تتمكن من اليد الجافة. هي نوع من المهارة في يبقى هو عند فقه وعند بصيرة، لأن ماذا به أو يتمنى أن يكون أن تكون تمكن النجاسة منها بأقل قدر ممكن، هي حاجة دعت إليها. يعني الإنسان لابد له أن يستنجي بيده، أمر هذا لابد له منه ما عندما فرغ منه، لكن ينبغي أن تكون ملامسته للنجاسة وتمكن النجاسة منه في أقل حالة ممكنة، ويستعان على ذلك بأن يبل الإنسان يده قبل أن يلامس النجاسة، لأن النجاسة تتمكن من اليد الجافة أكثر ما تتمكن من اليد الرطبة. وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى. يبدأ بغسل القبل أولا، لأنه إذا غسل الدبر أولا يبقى في يده أثر النجاسة فيلوث بها القبل، إذا مسح الدبر من النجاسة أولا فتبقى في يده شيء من النجاسة رأيك يتلوث بها القبل، وهو في غنى عن يلوث، هو في محل أن يتخلص من النجاسة لا أن يضيف أماكن أخرى. وهذا السبب في أنه يبدأ بغسل القبل أولا. فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده. المدر اللي هو الطين الجاف، الطين إذا كان جاف يسمى مدر،
والحمى الطين الرطب، يعني الحمى الطين الأسود الرطب يسمى حمى. إنسان من حمين مسنون، خلق الإنسان من حمين مسنون، الطين سوداء نتنة، والمدر الطين الجاف. ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده، ثم غير يعني كل ما هو مطهر ليس مؤدي وليس محترم إلى آخره، وليس عظما ولا روثا، أو بيده إذا كانوا في موضع لم يجد فيه شيء على الإطلاق يستعمل يده في تنظيف المخرج، ثم كما قال يحك يده على الأرض حتى يتخلص من نجاسة قدر الإمكان. ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجهد عرك ذلك بيده ويجيد الجودة يعني تجويد، ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف. هذا كلام عنده ماء عليه أن يفعل ذلك، يسترخي وقت الاستنجاء، لأن عند الانقباض إذا كان منقبض تبقى التكاميش تضغط على آثار النجاسة فلا يستطيع أن يتخلص منها تخلصا كاملا، لكن عندما يسترخي تبقى كل الثنايا تبقى هي في متناوله، وعندما يحكها بالمدر أو يغسلها بالماء يستطيع أن يتخلص من كل بقاياها. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، يعني والاستنجاء والاستجمار هو مطلوب لما ظهر من المخرجين، يعني يحك على ظاهر المخرج وعلى ظاهر القبل، وكذلك عندما يغسل بيده أيضا يغسل الظاهر فقط ولا يطلب منه غسل الباطن، لا يطلب من المرأة أن تدخل يدها في فرجها لتتنظف، ولا يطلب من الرجل ولا من المرأة أن يدخل أصبعه في دبره بحيث يستخرج أشياء ربما تكون لم تخرج بعد، هذا منهي عنه، منهي عنه نهي شديد، لأنه يشبه عمل قوم لوط وليس مكلف به، الإنسان ليس مكلفا به، لأن الإنسان مكلف بالتطهير من النجاسة الظاهرة فقط، أما ما كان داخل الجوف فهو غير مطالب به. ولا يستنجى من ريح، كذلك الريح ليس لا يستنجى منه، لأنه لو كان الاستنجاء من الريح مطلوبا للزم الإنسان كلما خرج من الريح أن يغسل ثوبه، لأن الإنسان يخرج من الريح وهو لابس ثوبه، لو كان هو نجس ونجاسة تستدعي استنجاء معنى ذلك أنه يجب عليه أن يغسل ثوبه، وهذا بالإجماع غير مطلوب، فأجمع العلم على أن الريح لا يستنجى منه. وحديث من يستنجى من ريح فليس مني حديث ضعيف، يعني ليس هو الحجة في الأمر. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، يعني الثلاثة الاستجمار بالحجارة لو استجمر يعني هكذا افترض بحيث ليبين لك أنه ليس في ذلك حد مقدر، هذا سر التعبير ولو استجمر، يعني ليبين أن العدد ليس محددا من الشرع، لو تنظف بحجرة واحدة أو بشيء واحد مرة واحدة يكفيه ذلك، لو تنظف باثنين يطلب منا أن يزيد ثالثا طلبا للوتر استحبابا فقط، لكن لو لم يتنظف بثلاثة يطلب منا أربعة أو خمسة أو ستة وهكذا، فليس العدد محدد. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الإناء. ومن إيه؟ ومن؟ ومن لم يخرج منه بول ولا غائط، يعني إنسان متوضي ولم يخرج منه بول ولا غائط، يعني لم ينتقض وضوءه ببول ولا غائط، أيوة، وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك، وتوضأ لحدث أو نوم يعني
لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ حدث، يعني كان هنا الحدث خاص بالريح، لأن هذا الذي بقي نفى البول ونفى الغائط وقال هو توضأ لحدث، والحدث هو إما بول وإما غائط وإما ريح، فإذا ما بقي إلا الريح، فكانه يقول من كان متوضئا ولم يخرج منه بول ولا غائط وإنما خرج منه ريح أو نوم أو انتقض وضوءه بنوم أو لغير ذلك من النواقض الأخرى مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الإناء. يعني ولماذا استثنى البول والغائط هنا؟ يعني البول والغائط تلقين يجب أن تغسل يديك من أجلهما، فأنا يريد أن يبين أن الغسل هنا ليس لأجل النجاسة المحققة اللي هي البول والغائط، وإنما الغسل لأمر آخر. هذا هو السبب، استثنى في الأول البول والغائط، ثم ذكر إذا حصل الناقض بحدث آخر مثل الريح أو نوم أو أي ناقض آخر غير البول وغير الغائط، وأراد إيش قال؟ وأراد لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الإناء. أيوة، وأراد أن يتوضأ، يعني إذا أراد أن يتوضأ عندما يقوم من نومه أو يريد أن يتوضأ حتى ولو لم يقم من نومه، أراد أن يتوضأ للريح فلا بد أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والحديث الوارد إن استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، وفي رواية فليستنثر ثلاثا. فالمطلوب من الإنسان إذا استيقظ من نومه، وجاء في آخر الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني تحوطا، فقد تكون يده لمست نجاسة، لمست قبله ودبرة ولمست نجاسة ونسيها، فعليه عندما يريد أن يتوضأ ويقوم من النوم ليتوضأ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لأنه إذا أدخل يده في الإناء وهي قد أصابت نجاسة فإنها تنجس عليه الماء. هذا هو السبب، فإن مطلوب منه أن يغسلهما خارج الإناء. وهذا الحديث فيه كلام يا العلم، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كيف نصنع بالمهراس؟ المهراس يعني هو صخرة مثل الحوض الصغير يتوضؤون منها، فيصب الإنسان يصب على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فكان فيه نوع من التمسوا مخارج كثيرة، يعمل شيء يغترف به أو شيء من هذا. ولكن هذا هل هو أمر تعبدي يدل على أنه محدد بالثلاث؟ يدل على أنه تعبدي، لأن لو كان الأمر هو للتنظيف وهو متعلق بالنجاسة فمعنى ذلك عندما تتيقن أنه ليس هناك نجاسة أنك لا تغسل، وعندما تتيقن من وجود النجاسة يجب أن تغسل. هذا إذا كان الأمر ليس عبادة، لكن تقيده بثلاث يدل على أنه عبادة، لأن الشأن في النجاسة المعهود في النجاسة أن الشارع لا يطلب من إنسان يعني في إزالتها عددا، بل يزيلها بما تمكن إزالته بمرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشر إلى أن تزال. الثوب اللي فيه نجاسة هل يطلب غسله مثلا مرة واحدة للشرع حدد عليك أن تغسله مرة أو مرتين أو ثلاث؟ لا، لم يطلب، طلب منك أن تزيل النجاسة سواء في مرة أو في اثنين أو ثلاث، فهذا هو الشأن في إزالة النجاسة. لكن عندما الشارع يحدد الغسل بمرتين أو مرتين أو ثلاث أو مرة أو غير ذلك، فهذا يدل على أن الأمر هو تعبدي، مثل ما ورد في الإناء الذي ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا أخرهن بالتراب، فيدل على أن الأمر تعبدي، يعني لأن كأن فيه حكمة وإن لم نعقلها وإن لم نعلمها، كأن يعني المحل الذي يلغو فيه الكلب أنه لا يتطهر ولا يتنظف إلا بسبع مرات، سواء أدركنا ذلك ولم ندرك، ربما يكتشف العلم بعد ذلك سر هذا التكرار في الغسل، لكن نأخذه على أنه أمر تعبدي لابد أن نفعله هكذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن الأشياء إذا ورد فيها تقييد بعدد أو بمقدار أو بكيفية
هذا هو شأن العبادة. فالغالب أنه الغسل هذا أمر تعبدي وهو سنة ينبغي الإنسان أن يفعله إذا أراد أن يتوضأ، لابد أن يغسل يديه ثلاثا، وإذا أمكنه قبل أن يدخلهما في الإناء فذلك هو المطلوب، وإذا لم يقدر فليتحايل على ذلك بقدر الإمكان بحيث لا يدخل يديه في الإناء ما أمكن حتى ينظفهما. و بالنسبة للنوم والوضوء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه كان ينام بعد قيام الليل في صلاة الفجر، ينام حتى تسمع بطيطة يعني ولا يتوضأ بعد النوم. هذا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة قالت له يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أيضا أنه قال إني أراكم من وراء ظهري عندما أمر بتصفية الصفوف وعدم وأمر بالتراص و لا تختلفوا كذا، قال فإني أراكم من وراء ظهري. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة ذكرت في أحاديث، فنومه لا ينقض الوضوء. فإذا لما نقول إن غسل اليدين ثلاثة المطلوب تعبدا للوضوء، طيب لو الإنسان غسل يديه ثلاثة في بداية الوضوء بعد ما استيقظ من نومه ثم توضأ، وفي أثناء الوضوء انتقض وضوءه وأراد أن يعيد الوضوء من مرة أخرى، فهل يعيد غسل يديه ولا يعيدهما؟ علماء المالكية عندهم رأيان في المسألة مرويان عن مالك، رواية تقول بأنه يعيد لأن عبادة غسل الوضوء يعني ثلاثة قبل الخليمة أو غسل الوضوء ثلاثة قبل البدء في الوضوء هو عبادة مطلوبة لذاتها، حتى لو انتقض الوضوء فأثناء وابتدأ من أوله عليه أن يغسل، لأن هذا هو الشأن في الأمور التعبدية أن الإنسان يفعلها مطلوبة للوضوء. ولو أخر عن مالك كان تدوي لأن الأمر ليس هو تعبد وإنما هو لإزالة أو للتحوط من احتمال تكون في يديه نجاسة، فهو ما دام قد غسلهما في أول الأمر لا يطلب منه أن يعيد الغسل مرة أخرى ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق. غسل اليدين قبل الوضوء مندوب؟ نعم سنة. ومن العلماء من يفرق بين المندوب والسنة، مثل العلماء المالكية يفرقون بين المندوب والسنة، يجعلون للوضوء والصلاة مندوبات وسنن، والمندوب عندهم أخف من السنة. وغيرهم من العلماء السنة عندهم المندوب هي المندوب، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. يفرقون بين السنة والمندوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة هذا سنة، وما فعله ولم يظهره يسمونه مندوبا. علماء المالكية هكذا يفرقون، يعني المندوب هو أخف فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه ولم يشيع إظهاره بين الناس، يعني يحثهم عليه ويحضهم عليه ويشتهر ذلك عنه، فما دام ثبت فعله له ولو مرة فهذا مندوب، وما أظهره وغضب عليه وأظهره بين الناس هذا سنة. لكن ما العلم من لا يفرق بين السنة والمندوب ويراهما شيئا واحدا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من أراد أن يتوضأ حتى ولو لم يكن نائما، نعم أي نعم علي أن يغسل يديه. نعم لكن على الرواية على الرواية الأخرى للمالكية معناها الأمر ليس تعبدي، على الرواية الثانية أي ليس تعبدي، إذا كان إنسان متيقن يديه نظيفتان يتوضأ يبدأ بالمضمضة. ثلاث مرات قبل أن ندخلها في الإناء، هل يعيدها مرة ثانية إذا يعني إذا دخلنا أيدينا في الإناء؟ هل يعيدها عندما يريد أن يبدأ الوضوء عند ذلك؟ لا يكفي هذا. يكفي هذا. لا يكفي. تغسلهم ثلاث مرات مرة واحدة، لا تعيد ثلاث مرتين يعني. لكن إذا أنت لم تغسل يديك قبل الوضوء وبدأت بالمضمضة
لابد أن تلاحظ عندما تغسل حتى ولو أنت غسلت يديك قبل إدخال ما في الإناء ثلاثا، لابد أن تلاحظ عندما تغسل يديك لابد أن تغسل اليد كاملة من هنا ومن هنا، يعني ليس فقط الذراع بل اليد أيضا مطلوب غسلها مع غسل الذراع. ومن سنة لأنك يعني لما لابد تبدأ من بداية الكف هكذا وترجع هكذا ثم أيضا تستمر إلى أن تغسل الكف من الأمام ومن الخلف يعني. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولها في الإناء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. يعني الجمهور العلم يرون المضمضة والاستنشاق هي سنة وليست واجبة، وعلماء الحنابلة يرون أنها واجبة، ويستدلون بحديث الذي ذكرناه من استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخل في ثلاثة وليستنشق يدخل الماء في أنفه، فجعلوا غسل اليدين قبل أن يدخل في الماء واجب وجعلوا الاستنشاق واجبا، كلاهما واجب ليس من السنن. والجمهور يقولون لم ترد هذه في فرائض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي عندما علمه توضأ كما أمرك الله، ولم يأمره لا باستنشاق ولا بمضمضة ولا بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ومعنى كما أمرك الله يعني كما ذكر الله عز وجل في القرآن، والفرائض التي ذكر الله في القرآن هي فاغسل وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه فقط الفرائض التي ذكر الله وإليها يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله. فقال لما لم يذكرها وهو في معرض البيان دل على أنها ليست واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة. أيضا هذه سنن، يعني ذكر السنن وأحال الباقي على الفرائض، يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هي أخذ الماء في الفم ومجه يعني بقوة ودفعه إلى الأرض، الإنسان لما يتمضمض يخضخض الماء في فمه يعني يبقى له أثر، يضع الماء في فمه ويخضخضه، وعندما يستنشق أيضا يجذب الماء بأنفه بقوة وينثره أيضا بقوة، أن هذه هي سنن ومندوبات ولكن لها أثر حسن أيضا في نظافة الفم ونظافة الأنف من الغبار ومن الأتربة، بخلاف ما إذا كان الإنسان يعني أخذ الماء هكذا على رأس أنفه ولم يستنشقه فإنه لم يغسل أنفه، يعني كان ولم يفعل شيء. وحديث أمر باستنشاق أن يستنشق الماء يجذبه بقوة الأنفي ثم ينثره نثرا ويضع يده على أنفه وينفره وينثره، هذا يفيد في الإتيان بالسنة على الوجه الأكمل ويفيد بأنه أخذ بشيء من التنظف والطهارة لأشياء وأماكن هي عرضة لأن تكون ملوثة بالغبار وبغير ذلك. إلا في حالة الصيام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نعم، لأن في حالة الصيام خوف أن الماء يسبق إلى حلقه فيفسد عليه صومه. هل يدخل الإصبع في الأنف لزيادة التنظيف؟ نعم، مش مطلوب في الملكية، ليس مطلوبا، المطلوب أن يجذب الماء بقوة ثم يضعه إصبعي هكذا على أنفي وينفر الماء بقوة، هذا المطلوب، ليس مطلوبا أن يضع إصبعه في أنفي. وباقيه فريضة، يعني وباقي ما يتعلق بأفعال الوضوء كلها فريضة، هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وما العلماء من يضيف الدلك والموالاة، الشافعي يضيفون الموالاة والمالكية يضيفون الدلك والموالاة، لأنهم يقولون أن صب الماء من غير ذلك لا يسمى غسلا وإنما يسمى غمسا، لما تضع شيء في الماء هل تسمى غسلته ولا غمسته؟ غمسته، والقرآن قال اغسلوا ولم يقل اغمسوا، فدل ذلك أنه
يعني ينبغي أن يكون الدرك من ما يعني مما من لوازم عليه أو من لوازم كلمة الأمر بالغسل يعني. والموالاة الشافعية الشافعية قلنا الترتيب وليس الموالاة. الشافعية قلنا بالترتيب أنه فرض، لابد أن تتوضأ كما أمرك الله يعني على الترتيب الذي ذكره الله تعالى في القرآن. فإذا أخل المتوضأ بالترتيب لا يكون وضوء صحيح، يجب عليه أن يعيد ما أخل بها أو قدمه وأخره. الترتيب عند العلماء المالكية سنة وليس فرضا، والفرض عندهم الدلك وهو الموالاة بمعنى أن يغسل أعضاءه في وقت واحد، لأن من لا يغسل في وقت واحد لا يسمى متوضئا، إنما يسمى متلاعبا، يغسل يديه مثلا ويخرج يعمل فسحة ولا يشرب شاي ثم يأتي بعد ذلك يمسح رأسه، لا يقال هذا ليس يعني كأنه ليس في عبادة وإنما هو متلاعب. فالعبادة لابد أن تكون كلها في وقت واحد، إلا إذا كان الذي يفصله عن الموالاة عذر من الأعذار فهو معذور. إذا كان عاجز مثلا وجد قيم الماء غسل وجهه ثم انقطعت المية من الصنبور توقف بعد نص ساعة على الماء وأكمل، له أن يكمل لأن القطع لعذر لا يضر. طيب شيخ عفوا، هل أعضاء الوضوء الفرض فيهم متصلة من فصل؟ يعني على سبيل المثال أنه لو انتقض عند عضو معين هل يبدأ من ذو البداية أو من العضو الذي انقطع فيه حدث الحدث؟ خلاص إذا بطلت العبادة يبدأ من أولها مثل الصلاة. لو انقطعت العبادة هو في أثناء غسل وجهه انتقض وضوءه يجب عليه أن يعيد، لأن العبادة انقطعت بطلت، مثل ما كان يصلي ومثل ما كان يصوم مثلا في وسط النهار وأفسد صومه، فلا يستطيع أن يكمل ذلك اليوم، لابد أن يقضيه يوما آخر من أوله. لعل أبو منذر يشير إلى تجزؤ العبادة يعني لعل يشير إلى القاعدة الفقهية في تجزؤ العبادة يعني تجزؤ. هل كل عضو يظهر بنفسه أم هي عبادة؟ قاعدة يعني إذا كان ذاك يعني العبادة الوضوء هل هو كالعبادة الواحدة أو عبادات منفصلة؟ اي لكن على كلا الامرين الوضوء يفسد اذا انتقض في اثناء الوضوء يفسد، يجب عليه ان يعيده. لو انه لم يرتب في بعض الاعضاء يعني غسل الوجه ثم انتقل الى الرجلين ثم بعد ذلك اراد ان يرتب، هل يبدا من بدايه الوضوء؟ لا يبدا من بدايه يبني على غسل وجهه، لا يجب عليه ان يعيد غسل وجهه، لان غسل وجهه قد فعله على وجه صحيح ولم ينتقض وضوءه، فعليه ان يرتب يغسل ذراعيه ثم يمسح راسه ثم يعيد غسل رجليه، لان في هذه الحاله العباده صحيحه لم تفسد يعني، الا عند من يرى ان الترتيب يعني ترتيب عند الشافعية لأن الترتيب وجه قد ربما يجعل هذا عدم الترتيب يفسد الوضوء كله، لكن عند علماء المالكية يرون أن ترتيب السنة لو الإنسان حدث منه ما يخل بالترتيب فإنه يعيد ما وقع فيه الخلل فقط. مسألة الموالاة، هل جفاف الأعضاء يفصل حتى لو كان بالقرب؟ لو بعد كل عضو مسح بالمنديل أو كذا؟ لا ما يترش المسح بالمنديل، لأنهم عندما يضبطون المدة التي تعد فصلا في الموالاة يقول هو جفاف العضو للشخص المعتاد في الزمن المعتاد، بحيث يخرج المسح بالمنديل ويخرج الشخص اللي هو بطبيعة جسمه عنده حرارة ينشف جسمه يعني بسرعة، ويخرج الوضوء في وقت الصيف والقيض الحر الشديد أيضا يجف العضو، لا يبني على ذلك وإنما يعني يضبطون ذلك بالشخص المعتاد في الزمن المعتاد. إذا كان مثلا الشخص المعتاد في الزمن المعتاد يبقى عضوه فيه أثر البلل لمدة 5 دقائق، معنى 5 دقائق هذه مطلوبة في كل وقت، لا تسمى فصلا سواء كان وقعت في الصيف أو في الشتاء ممن مسح بالمنديل أو ممن لم يمسح. لا افترضنا أن 5 دقائق تكون
يعني مدة لا يجف فيها العضو، فكل شخص عند هذه المدة لو فصل بأقل منها فلا يعد فصله مخلاً بالموالاة. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. أنا أتكلم على التسمية بعد ما أعاود مرة أخرى غسل يدي قبل خالي ما في الميناء ليؤكد في الإناء قبل أن ليؤكد عليها. قال ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال عند بعض أهل العلم فليسمي الله، ولم يراه البعض الآخر من الأمر المعروف، لأن الإمام مالك روي عنه روايتان، رواية أنه يسمي ورواية أخرى أنه قال أيريد أن يذبح هو، لم يرى أن هذا من الأمر المعروف، ولم تثبت فيه سنة خاصة بالوضوء في الوضوء في حديث صحيح. وحديث من لم لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه حديث معلول ضعيف لما أحمد نفسه وضعفه، لكنه يقول به الحنابلة يقول بوجوب التسمية على الوضوء، وإذا لم يسمي يعني فقد شرط مشروط، لابد أن يسمي، لا يصح الوضوء إلا بالتسمية عنده. وجمهور العلم يقول هي من السنن المندوبات وليست واجبة، وليس هناك حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التسمية في خصوص الوضوء، وإنما الوارد في هذه المسألة هو في حديث معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ماء فأتى أحد أصحابه بقليل من الماء ليتوضأ، كان الماء قليلا فوضع في يديه فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأ بسم الله. هذا هو الحديث الوارد في ذكر الوضوء مع ذكر التسمية، لكن هذا ليس فيه نص على أن مطلوب من الإنسان عندما يتوضأ يقول بسم الله، إنما هو من باب التبرك توضأ بسم الله، أبدأ في الوضوء بسم الله. لكن عموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيامن في الأمور كلها وفي طهوره وفي ترجله في كذا يدل على أن التيامن مطلوب، والتسمية أيضا، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. هذه العمومات كلها تدل على أن التسمية مطلوبة، لكن لا تدل على أنها واجبة، ونظر لأن لم ترد سنة صحيحة ثابتة في الأمر بالتسمية عند الوضوء. في الرواية الأخرى عن مالك أنه يقول أنه ليست هي من الأمر المعروف بين أهل العلم ولا من الأمر القديم، وحتى في رواية أنه أنكر على السائل وقال وتريد أن تذبح. لا أتذكر حكم الحديث من توضأ وذكر اسم الله فكأنما غسل بدنه كله، بما معناه ليس ثابت. كل الحديث اللي تدل على طلب التسمية في الوضوء كلها ليس صحيحة، كلها ضعيفة، كلها فيها مقال، من العلم من أخذ بها ومنهم من لم يأخذ بها. هو أصح يمكن ما ورد في الباب هو هذا من لم لا وضوء لمن لم يسمي الله، هذا أصح شيء ورد في الباب، لكن ذلك ليس لا يقتضي صحته، لأن قول المحدثين أصح شيء في الباب لا يقتضي الصحة. يقول الترمذي لم يصح فيها الحديث. هي في التسمية ليس في أحد صح. ولعل هذه إحدى المواضع التي لا تستكمل فيها البسملة. أو في التسمية في الوضوء لا، والمالكية يقولون التسمية تطلب أن تتمم في 3 أو 4 أشياء، منهم هذه منها الوضوء. الوضوء. وقراءة القرآن و إيش تاني؟ لعلها 3 أشياء. أيوة 3 أشياء في الوضوء وفي قراءة القرآن. ليس عند الذبح. لا ليس عند الذبح. يعني التسمية واردة معناها مطلوبة في أمور كثيرة، والسنة فيها أن تقول بسم الله فقط، وليس بسم الله الرحمن الرحيم تكبير التسمية، لكن في القرآن هذا بالاتفاق لأنها ثابتة في المصحف. وقاس عليها المالكية منها الوضوء، قاسوا عليها مع أن ليس فيما يدل على طلبها يعني في السنة ولا في الحديث، لكن سائر الأمور الأخرى التي تطلب فيها التسمية كلها يقتصر فيها على قول بسم الله.
فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله. هذا أيضا من السنن المستحبات، أن الإناء الإنسان عندما يتوضأ يضع الإناء عن يمينه إن كان اليمين مفتوحا يمكن الغرف منه، وإن كان إبريقا بمعنى لا يمكن الغرف منه ويحتاج إلى الصب فيضع عن شماله، لأنه الغرض من هذا هو التيامن. الغرض من هذا هو التيامن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها. فعندما تضع اليمين مفتوحة على اليمين معنى أنت تتناول بيمينك، لأن التيامن شو معنى التيامن المطلوب؟ معنى اليد التي تريد أن تستعملها تستعمل أو تتناول بها تكون دائما اليمين هي الأولى. فإذا كان الإناء مفتوح فأنت تضع اليمين وتبدأ بها، هذا هو تيامن. وإذا كان الإناء ليس مفتوحا إبريقا فتضع جهة الشمال، لا يقال هنا أنك يعني خلفت السنة وضعت الشمال أو اشتغلت بالشمال، لأن يعني الغرض هو العضو الذي تريد أن تغرف به الماء وتمارس تزاول به العبادة. فعندما يكون الإناء غير مفتوح تأخذ بشمالك وتصب عن يمينك، فاسمك في هذه الحالة أنك استعملت اليمين. فالتيامن هو فيما تزاول به العبادة اللي هو اليد اليمنى. وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. كررها مرة ثالثة. فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يداه في الإناء. ثم يدخل يديه بك. ولا يده. يداه. يدخل يديه. فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. يوارد في السنة أنك تتمضمض كل مضمضة بغرفة، تأخذ غرفة تملأ بها فمك وتطرحها، ثم غرفة أخرى ثانية للمضمضة، غرفة ثالثة للمضمضة، للمضمضة بثلاث غرفات، والاستنشاق أيضا بثلاث غرفات، تأخذ غرفة وتستنشق وتستنثر، يعني ست غرفات بين المضمضة والاستنشاق. ووارد أن المضمضة ثلاث مضمضة بغرفة واحدة والاستنشاق ثلاث مرة واحدة، وورد غرفة واحدة للستة، تتمضمض بها ثلاثة وتستنشق بها ثلاثة، كله وارد. فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن. يعني بعض في عندما يريد المضمضة كأنه يقول من السنن والمندوبات الاستياك للوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في كثير من الروايات وفي بعضها ورد عند كل صلاة. ولذلك اختلف العلماء هل اتفقوا على أن السواك مندوب للصلاة، أن السواك مندوب في عند تغير الفم وعند إرادة تلاوة القرآن وعند القيام من النوم وعند الصلاة، أربع مواضع يتأكد فيها طلب السواك. وهذه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عنها ولم يتركها حتى في مرض موته إلى آخر لحظة في حياته وهو قد طلب السواك. وفيما يتعلق بطلب الصلاة، هل مطلوب فعله وقت الصلاة ولا مطلوب فعله وقت الوضوء أو مطلوب فيهما معا؟ الحديث ورد بلفظ لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، بلفظ عند كل صلاة. الجمهور يقولون السواك مطلوب عند الوقوف للصلاة، والمالكية يقولون السواك مطلوب عند الوضوء وليس عند الوقوف للصلاة. وحمل لفظ الصلاة لوارد الحديث عند كل صلاة حمله على أن مراد به الوضوء قالوا أولى
لأن من توضأ من استاك لوضوئه يسمى قد استاك لوضوئه ولصلاته، ولكن من استاك لصلاته فقط لا يكون قد استاك لوضوئه. فالاستياك عند الوضوء يتأدى به السنة للوضوء وتأدى به السنة للصلاة. وقالوا لأن السواك هو إزالة القذرات، وإزالة القذرات لا تكون لذوي الهيئات والمرآة في وسط الناس، وإنما تكون عادة في الخلوات. ولهذا لأن السواك يتطلب الإنسان يتهوى ويتخوع ويخرج منه ريق وكذا، وهذا لا يليق بإنسان يفعله في وسط الناس في وسط الجماعة، وإنما يفعله عند الوضوء وعندما يكون خاليا في بيته. هذه وجهة نظر المالكية في أن السواك هو مطلوب عند الوضوء، وإذا فعله عند الوضوء يسمى قد استاك لصلاته. وهو مروي عن كثير من العلم، منهم الأوزاعي يقول ما أدرك العلم في السواك إلا أنه عند الوضوء ليس عند الصلاة. ولكن ورد في حديث ابن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك يتهوع والعود في يده. وبوب له البخاري يعني السواك في عند الجماعة. والحافظ بن حجر قال هذا يدل على أن السواك النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني مع الناس وليس في مكان يعني خال كما يذهب إليه المالكية. لكن الحديث أبي بردة يعني استدلال به على هذا الوجه يتوقف ما إذا كان أبو بردة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد أو في مكان بين أصحابه ودخل عليه في خلوته، لأن الحديث لم يبين يعني أين كان هذا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستاك يتهوع والسواك في يده. فمنهم من حملوا على أنه كان ذلك في وسط الناس في الجماعة، واستنبطوا منه إظهار السواك بين الناس، وبناء على ذلك يكون عند الوقوف للصلاة ووسط الجماعات. والذين قالوا إن السواك إزالة قدرات ولا يليق بذوي الهيئات والمرآة يفعلوه في وسط الناس بل يفعلوه في خلواتهم، قالوا حديث أبي بردة ليس فيه ما يدل على أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الناس، قد يكون دخل عليه في خلوة في بيته. وإن استاك بأصبعه فحسن ثم يستنشق، يعني السواك يكون بكل ما يمكن أن ينظف الإنسان به فاه. ولأن كلمة السواك هي السواك في حد ذاتها، هذه اللفظة تطلق على فعل السواك اللي هو تنظيف الفم في حد ذاته يسمى سواك، وتطلق على العود أو الأداة التي ينظف بها، عود الأراك أو أي عود آخر تنظف به كله يسمى سواك. والسواك يتأتى بأي شيء، يعني ليس لا يكون كما يظن بعض الناس لا يكون إلا بعود الأراك، ليس كذلك. في حديث وفد بني عبد القيس عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيئا من عود الأراك، فقال الذي أخذ وفد بني عبد القيس قال عندنا عود الجريد ولكن لا نرد كرامتك وعطيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يستكون بعود الجريد يعني، وإنما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه لا نرد عليه كرامتك وعطيتك، مع أننا نسل محتاجين ولكن نقبل كرامتك يا رسول الله. ولذلك الإنسان لو استاك بأي منظف فرشة أو معجون أو أي عود، وإذا لم يجد شيء عليه أن يستاك يتحصل على السنة أن يستاك بأصبعه، يدلك أسنانه وفمه بأصبعه. سواك يكون يعني يدلك به الإنسان أسنانه وأضراسه من أعلى من أعلاها ومن داخلها ومن خارجها، ويبدأ باليمين وينظف فمه بأي منظف
يجده ويقدر عليه. ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثة، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق. أقل من ثلاث غرفات يعني. وله جمع ذلك في غرفة واحدة. الستة يمكن أجمعهم في غرفة واحدة، يمكنه ذلك. والنهاية أحسن. والنهاية يعني إكمال العدد أحسن. أن تتمضمض بثلاث وتستنشر بثلاث غرفات أحسن من أن تجمعهم في أقل من ذلك. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعاً وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعاً ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلاً له بيديه من على جبهته وحده من على جبهته، وحده منابت شعر رأسه. من أعلى، لعلها من أعلى جبهته. من أعلى جبهته. يعني بين طريقة غرف الماء، ويبين السنة الطريقة المتقنة المضبوطة لغسل الوجه، وهو أن يغرف الماء إما بيده بيد واحدة هكذا أو بيديه معا، وينقلها الماء إلى أعلى جبهته. يعني بمعنى لما يأخذ الماء هكذا ينقله، ما يتركش يده تفرغ من الماء ثم يرفع يده، ينقل الماء حتى يصل به إلى أعلى الجبهة، ثم يصبه على أهل الجبهة على أعلى الجبهة، وينزل يديه مع نزول الماء، ويتبع حدود الوجه من منبت الشعر الرأس المعتاد، يعني المعتاد اللي هو الأغم اللي هو شعره ينزل على جبهته، ولا الأحصر والأصلع الذي يرتفع شعره إلى نصف رأسه، لا يتبع هذا ولا ذاك، بل الشعر المعتاد للناس المعتدين أعلى الجبهة يقف الشعر، من هنا يبدأ الوجه، لأن حد الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو ما يواجه الإنسان عند ما يقف أمام المرآة، وحده هكذا من منبت الشعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، حد الذقن هنا، ما تحت الذقن ليس من الوجه، حد حافة الذقن هذه حد الوجه. من حيث الطول ومن حيث العرض من الوتد الأذن، هذا الوتد إلى وتد الأذن، فعندما ينزل الماء عليه أن يتبع هذه المواضع مع يده مع الماء هكذا، يمر على الأماكن اللي هي منخفضة مثل أجفان العينين وتحت العينين وتحت الأنف والأرنبة والعنفقة اللي هي هذه العنفقة تحت الشفة، و يرجع هكذا إلى حد الوتد الأذنين، هذه غسلة، ثم يرفع مرة أخرى وهكذا ثلاث مرات. غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه. ذقنه. ودور وجهه كله. من حد عظمي لحييه إلى صدغيه. عظمي اللحيي هكذا، يعني هذا الحد يعني هكذا، إن الدقن حد اللحيين إلى الوتد الصدغي هكذا. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أكفانه أجفانه نعم. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته. الأسارير هي التقاطيع والتكاميش والتجاعيد، يمر عليها إذا كانت هي شديدة، لأن إذا كانت هي شديدة وكثيرة إذا أنت ما تعهدتهاش بالماء الماء يجري فوقها ولا يدخل في وسط الأسارير، فتبقى هذه لمعة لم يصبها الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، ومن رأى في قدمه لمعة أمره أن يعيد الوضوء، فكأن هذا شرط في صحة الوضوء، الإنسان يتبع كل أماكن بحيث ما يبقاش أي جزء من المواضع اللي يجب غسلها دون أن يصل إليه الماء. وأسارير جبهته وهذا كله هذا يعني
بدن الإنسان كله يجب عليه أن يعتني به في غسل البدن. البدن فيه مطاوي وفي أماكن الماء لا يصل إليها، خصوصاً عندما يكون الإنسان متسخ ولا عنده عرق ولا كذا، الماء يهرب منها الأماكن اللي تحت الإبطين أو بين الرجلين أو الأماكن اللي هي محل عقد ومحل يعني انطواءات، لابد أن يعتني بها ويتبعها بيده، وإلا يبقى بعد ذلك غسله غير صحيح، كأنه لم يعمم بدنه بالماء، لأن من فرائض الغسل تعميم جميع البدن بالماء. وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل إليه الماء ويحرك لحيته في غسل وجهه. ينقل إليه الماء، لابد من نقل الماء، وأكد عليه مرة أخرى، لأن إذا كان الإنسان أخذ الماء هكذا من الصنبور ولا من الإناء ثم فتح يديه الماء كله ينزل، فإذا رفع يديه بعد ذلك وغسل لا يفيد هذا، لا يسمى غسل لأنه لم يرفع الماء إلى وجهه ولم يغسل وجهه، وإنما يسمى مسح وجهه، والمسح يكفي في التيمم لا يكفي في الوضوء، لابد فيه من الغسل ولابد فيه من صب الماء. وكثير من الناس يبقى يعني في من الأخطاء الشائعة في غسل الوجه أن يأخذ الماء هكذا، إما لا ينقله وإما حتى ينقله يلطمه هكذا لطم على وجهه، أحيانا إذا كان عيناه مفتوحتين قد يؤثر عليهم لطم الماء، ويبقى هو دائما يدلك في مكان واحد هكذا، يبقى الأماكن هذه لحدود الوجه من الوتد إلى الوتد ومن أعلى الجبهة وإلى أسفل الذقن، والأماكن اللي تحت الأنف والعنفقة والأجفان كلها لا يصل إليها الماء، فلا يكون وضوء صحيح بهذه الصورة. يعني يبقى بعض الناس يستعجل في طريقة الوضوء، في الوجه هكذا يعمل بهذه الصورة، في اليدين يعمل هكذا ثلاث أربع مرات، وفي الرجل أيضا يخطفها خطفا يغسل منها ما يتيسر، ثم في لمح البصر يذهب للمسجد ليصلي، لا صلاة له. يعني إذا لم يحصل الوضوء لا يحصل الصلاة. إذا كان الذي لا يأتي بالعبادة على الوجه الوارد في السنة، على الوجه المشروع الذي وجه اللي طرح النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح صلاة ولا تقبل منه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه أخل بالأركان. أي إنسان في العبادة يخل بأركانها العبادة لا تكون صحيحة، حتى لو كانت نيته خالصة لله، حتى لو كان هو مخبت ومتعبد و يحب الله ورسوله ويحب العبادة ويتخشع لا يفيد هذا. يعني لابد أن يأتي بالعبادة على وجه الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. في بعض الخطب عندما نذكر مثلا أحكام الطهارة أو أحكام الوضوء وكذا، بعض الناس يأتون يقولون يا شيخ لماذا يعني تعلم الناس الوضوء يعني يعرفونه جيدا؟ هذا لا يقوله عالم ولا يقوله طالب علم، وإنما يقوله جاهل الكلام هذا، لأن الناس يظنون أنهم يتقنون هذه الأشياء وكثير منهم لا يتقنها. ناس يعني تجد خريجين جامعات وأحيانا دكاترة، لو تذهب إلى الجامعات خصوصا جامعات في بلادنا العربية والإسلامية في التخصصات العلمية بالخصوص في الهندسة ولا في الطب ولا في علوم ولا أي علوم أخرى، وتطلب منا أن يأتيك بالأشياء الأساسية فيما يتعلق بصفة الوضوء أو صفة الصلاة أو بالأشياء التي لا بد منها والتي لا تصح عبادة المسلم بها، لا يستطيع أن يأتي بها ولا يحسنها ولا يتقنها. ولكن أظن أن تعلم هذه الأشياء قد تجاوزه، وأن هذه الأشياء يعني مطلوب من الصغار تعلموها والكبار تجاوزوها، مع أن هذا من أكبر الأخطاء. وللأسف يعني هذا تواطأت عليه الناس وأقروه، مع أنهم في الجانب الآخر تجد في الجامعات هذه يعقدون دورات لكل التخصصات، يقول نعمل دورة في التربية، نعمل دورة في الرياضيات، نعمل دورة في علم الحاسوب كذا، في الحاسوب، إلا دورة في أن يذكر المسلمين بالأساسيات اللي ربما فاتتهم وهم صغار لم يتعلموها ولم يقدروا على أو يتحصل عليها في الجامعات ولم تتح لهم فرصة، لا تجد
أي جهة ولا جامعة كذا تعمل هذه المبادرة، تعمل دورات في مثل هذه الأشياء الأساسية فيما يتعلق بما يجب به الإيمان وما يجب أن يتعلمه المسلم من فروض الأعياد التي لا بد منها، لأنه لو غاب عنهم في يوم من الأيام في قريتهم الإمام والشيخ وأتتهم الجنازة لا يعرفون كيف يصلون عليها ولا يعرفون كيف يغسلونها، ولا يبقوا عاجزين في الأشياء الضرورية التي لا بد لهم منها. يحضرون من يغسل الجنازة من مدن بعيدة يعني. صحيح، يعني يتكلفون يسافروا ويأتون بلاد بعيدة ويتكلفون في ذلك وتتوقف كل أمور حتى يأتي إليهم، مع أن هذا فرض يعني ينبغي في كل جهة أن يكون فيه ناس يتعلموه، ليس شرط أن يكون خاصا بالإمام ولا بالشيخ اللي خاص بتلك المنطقة. فتجب يعقدون دورات في كل التخصصات في كل الجامعات هذه نشاهدها دائما، إلا الدورات هذه التي لا بد منها والتي هي أساس شيء أساسي لصحة عبادة المسلم ولصحة إيمانه، لا تجد من يفعلها. ولعل مثل الأساتذة الجامعة مرة سمعت منكم يعني لعل في فترة ظهور القوميات يعني الماضية وكذا أن بعض الأساتذة لعل في ذاك فترة لم يكونوا يعني متابعين لله في السنوات في السنوات الماضية يعني 30 سنة الماضية وكذا كان الناس يعني لا يعتنون بهذه المسائل، و كل التخصصات في ذلك الوقت كانت تتوجه إلى التخصصات العلمية والتخصصات في الطب وفي الهندسة وفي كذا، وليس لا يبالون بماذا كان حتى يصلي أو لا يصلي، وكثير منهم تجدوا يعني في ذلك الجيل حتى تخرجوا وأخذوا شهادات عليا في تخصصاتهم، كثير منهم لا يصلي إلى أن تقاعد وترك عمله ولا يزال لا يصلي، فما دام هو لا يصلي ولم يتعلم الصلاة ولا العبادة وهو صغير فكيف يستطيع يعرفها؟ حتى لو تاب وأراد أن يرجع يريد أن يعلمه لابد له من، فإذا كان منعنا حتى خطيب الجمعة ولا خطيب المسجد أن يعلم الناس إذن قفلنا الباب أمام التعليم في هذا الباب. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يعني في المقاعد وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن زيد هما الصحابيان الجليلين اللذين أكثر من روي عنهما نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لما توضأ لكم هذا قريبا أو مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه يعني، وكان يجلس إليهم في على المقاعد مكان أعده عثمان رضي الله تعالى عنه للجلوس خارج المسجد يعلم الصحابة فيه الوضوء، ولم يستنكف ولم يستكبر، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وعاينوه ورأوا عبادته، ومع ذلك عندما أتى أحدهم ومن أكبرهم ومن أفضلهم وأراد أن يعلمهم وضوءا قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل واحد منهم لا إيش هذا يعني أنت تعلمنا شيء هذا يعني نحن نعرفه ولا فائدة منه، لم يقل هذا بل حرصوا على ذلك ونقلوه إلينا، وهذا هو السر في أن ليثبت لنا السنة اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه وصفة صلاتي وصفة عباداتي كلها بسبب حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتطبيقها عملا وكما وردت عنه صلى الله عليه وسلم. واللي مر في الصغر كله يستنكف عن الناس يعني يستنكفون عن تعلم الأمور ويستنكفون عن تعلم الإملاء والخط يعني. أي نعم صحيح. يعني أساتذة الجامعات والكتاب حتى يكتبون الآن يعني قريب. أي طيب. يستكبر أنه يتعلم. يتعلم أشياء يقول لك هذه أشياء مثلا الإملاء وضع الهمزة في موضعها هذه تعطى للطلبة في السنوات الابتدائية فلا يريد أن يتعلمها يعني يرى أنه يعني، لكن من لم يتعلم شيء يبقى هو عيب فيه وجهل فيه إلى أن يموت، لأن ما فيش عيب أشد من الجهل في أي حاجة. لو الإنسان كانت عنده الشجاعة وتعلم تلك الجزئية وتلك المسألة تخلص من عيبها خلاص، لكن ما دام هو حريص على ومتكبر على تعلمه يبقى دائما العيب ملصق به. لي صديق من السودان ذكر لي انه ايام زمان القذافي زار السودان ورأى الناس يعني يصلون مثلا اوقات الصلوات احيانا مثلا خارج المحلات او على الرصيف وكذا،
وأشار على الحكومة السودانية وقال يعني لماذا تفتحون الجامعات الإسلامية ولماذا تفتحون المعاهد الشرعية؟ الناس كلهم مسلمين يعني كلهم يعرفون الصلاة. الله الله. ليس هذا يعني بأول فجوري ولا آخره يعني. ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. يعني مطلوب تحريك الشعر يحركه فقط، لأن إذا كان مش عليه الماء كذا فقط الشعر يرد الماء، لكن يحركه بحيث الشعر كله يمسه الماء، ليس مورد التخليل. يعني التخليل معناه إيصال الماء إلى منابت الشعر، هذا ليس مطلوبا. ليس مطلوبا أن تأخذ هكذا زي ما هو مطلوب في الغسل. الغسل لابد أن يخلي الإنسان منابت الشعر بيديه، يصب الماء ويخلل هكذا. لكن عندما نقول يحرك معناه يحرك هكذا بحيث الماء يلامس الشعر كله من خارجه، هذا هو المطلوب. إذن التخليل ليس مطلوب في اللحية الكثيفة، غير مطلوب. اللحية إذا كانت هي تستر الوجه لا تظهر منها البشرة ليس مطلوب تخليلها، لكن إذا كان اللحية خفيفة تظهر منها البشرة مطلوب تخليلها، لأنه هو القرآن أمر بغسل الوجه، والوجه ما يواجه الإنسان، فإذا كان الإنسان لحيته كثيفة يواجهه منها لحيته لا يواجهه من البشرة، فالمطلوب غسل اللحية فقط. لكن إذا كانت اللحية ليست كثيفة والبشرة تظهر من تحتها فهي مواجهة يعني، فتدخل في الوجه. البشرة عندما تكون تظهر من تحت الشعر معناها تدخل ضمن الوجه المطلوب غسله، ولكن يجب التخليل إذا كانت هي خفيفة وتظهر البشرة من تحتها. أما إذا كانت البشرة لا تظهر من تحتها ولا يظهر إلا الشعر، فالذي يواجهك هو الشعر، والمطلوب ما يواجهك وهو الشعر ليس ما تحته. وهل هذا محل اتفاق أو هناك خلاف في المذاهب بين مثلا في التخليل؟ في التخليل اللحية التخليل ربما فيه خلاف يعني في تخليل اللحية. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها ثم يغسل آخرها. يعني إذا كانت طويلة لابد إلى آخرها، يوصل ما إلى آخرها، مش يبقى يغسل هذا فقط الباقي يغسله. ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. يعني غسل اليد، يأخذ الماء، إما يأخذه بيده هذه ولا يأخذه بيده هذه ويصبه على هذه، يصب على رؤوس الأصابع من هنا يصب بحيث ينزل الماء على الكف وعلى الخارج، ويتبع ذلك تبع نزول الماء بيده، ويدور يده على مرفقه ويردها من باطن اليد حتى آخر الأصابع، بحيث يغسل أيضا باطن الكف ويخلل الأصابع من الخلف هكذا في كل مرة ثلاث مرات. والمرفق داخل على الصحيح في الذراع، قال الله تعالى وإياكم إلى المرافق، إلى الغاية، لكن هل الغاية داخلة أو غير داخلة؟ في اللغة وردت الغاية أحيانا داخلة في المغية وأحيانا وردت غير داخلة، وهذا الاحتمال تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرى إلا غاسلا يديه مدور يده على مرفقه، فهو المبين للقرآن. ولكن يجب على الناس أن يغسلوا المرفق لا يتركوا حتى وكان لا يمحتمل. ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله. يعني اليسرى يأخذ الماء بيده اليمنى ويصبه هكذا، يصب على رؤوس أصابع اليسرى ويتبعه أيضا هكذا، ويدور يد على المرفق ثم يردها من الباطن. أعمل لكن لابد لاحظ أنك الماء تنقله بحيث يصب على الذراع، مش تنقل الماء ويسقط منك قبل أن تغسل. يعني إذا سقط منك الماء قبل أن تغسل فبعد ذلك تكون قد مسحت فقط،
لابد إذا أردت أن تنقل لابد أن تنقل الماء بحيث ينصب على الذراع، إما ينصب الماء بيدك على الذراع وإما ينصب الصنبور أي مكان آخر ينصب، وتمرر يدك على اليد كلها ليس على المقدار أو المكان هذا فقط بل اليد كلها ابتداء من هنا، تمرر يدك عليها كلها وتدور على المرفق وترد يدك هكذا. يعني عندما تصب الماء، الماء عندما ينصب على اليد كلها بقى حتى لو الدلك تأخر لا يضر، لابد أن ينقل الماء، لابد أن ينقل الماء ينصب على اليد. ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. يعني ما في داعي لأن تتكلف التحديد وتقول هل الغاية داخلة أو غير داخلة، وبناء على أن داخل يجب الغسل وعلى أن ليس داخلة لا يجب الغسل، لا داعي إلى هذا التكلف، بل أحوط أن تغسل المرفقين، بل السنة دلت على ذلك وهي المبينة للقرآن. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، يعني هكذا من اليمنى يفرغ على باطن يده اليسرى، لأن هنا مش مطلوب ينقل الماء إلى، مش مطلوب أن يغفل الماء وينقله على إلى رأسه، مجرد أن يبلل يده، ينقل الماء ويبلل به يديه، لأن المطلوب في الرأس المسح وليس الغسل. فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض هكذا. المقدم يبدأ من مقدم شعر وهكذا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني الإبهام هذه تدور وراء الأذنين، والأصابع مشبوكة تبدأ من نبت الشعر وتذهب إلى الخلف ثم ترجع. وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه. الصدغين لهم الصدغين. ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه. آخر منبت شعر الرأس من ناحية القفا، هذه حد الرأس. ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف يعني أذنيه. يعني يردهما حيث بدأ من تحت الشعر، إذا كان الشعر طويل مش زي ما يفعل بعض الناس لما يكون الشعر يعني ما يمشي يفسد تسريحة الشعر، يأخذ هكذا ثم بعد ذلك يقول هكذا، هذا مخالف للسنة، لأن الرد هو المسح الأول هذا فرض لابد منه، والرد سنة، الرد يكون سنة بحيث ترد من تحت الشعر هكذا، ترد إلى زي ما بدأت ترد، يعني مش معناه لما ترد يعني تبقى تمسح هكذا قليلا قليلا فوق الشعر، والمرأة مطلوب منها أن تتبع شعرها كلها تمسحه، إذا كان طويل تمسحه هكذا يعني تضعه في قبضتها وتمر يدها شعرة تمر في وسط قبضة يدها. ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه، والأول أحسن. يعني هذه السنة، هذه الصفة، هذه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يعني إبهامي صدغيه وبدأ بمنبت شعر رأسه ومر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حيث بدأ، هذه الصفة اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لو مسحت بأي صورة أخرى وأوعبت المسح بمعنى جميع شعر الرأس كله مسحته حتى ولو بيد واحدة هكذا بحيث لم تبقي منه شيء فقد أتيت بالفرض، إني فاتتك السنة ولكنك أتيت بالفرض.
وهنا يكون الفرق ما بين الوضوء الكامل وغير الكامل هو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الوضوء، حتى لو كان من لم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل استوعب الأعضاء يعني بالهيئة يعني استوعب الوضوء، بمعنى أتى بوضوء صحيح تصح بالصلاة، لكنه لو يأتي بالوضوء الكامل الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأجر، الأجر مرتب على الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأتقن الوضوء، كل حديث اللي ورد فيها ترتيب الأجر على الوضوء هي قيمت بالإحسان وبالإتقان وبالإسباغ، وهذا يقتضي موافقة السنة. هو أتقن لكن لم يلتزم الهيئة. إيه ما هو الإتقان، هو الإتقان هو من ضمنه ومن جملته أن تأتي به الهيئة على المشروعة، أما إذا أتيت بوضوء ليس على الهيئة الكاملة فقد أتيت بالوضوء لكن لم تتقنه، حتى ولو أتقنته لا يكون إتقانك كاملا، فالإتقان مأخوذ في مفهومه هو الإتقان الكامل الموافق للسنة، فالأجر الكامل يترتب على الوضوء الكامل، وكلما نقص من الإنسان من وضوء شيء نقص من أجره، لكن لا يمنع صحة الصلاة إذا أتى بالفرائض كاملة. مثلا في غسل اليدين يستطيع أن يستوعب ويتقن لما يضع يديه تحت الصنبور، لكن ليست الهيئة الصحيحة، يعني إذا هي محكية عن الصحابة في أخذ اليد والماء ورفعه يعني هل اللي وارد فيه صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعها سنة وتكون من تمام إكمال الوضوء، واللي مش وارد فيه صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد مجرد الإيعاب زي مثلا في غسل القدمين، القدمين وارد فيهم هكذا وفيهم هكذا التثليت أو التنظيف، من غسل رجله حتى نظفها وفيه ليس فيها عازل وكذا غسل مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة أتى بالسنة ووضوءه كامل، من أراد أن يحرص على الثلاث له ذلك وارد فيه، من لم يتقيد بالثلاث وغسل هكذا حتى نظف قدمه ووعبها بالماء فقد أتى بالسنة، لكن اللي وارد فيه صفة في آياته صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الإتقان إلا بمراعاة تلك الصفة. الكريم إذا كان خفيف ليس كثير لا يضر، يعني لا يكون عازلا، لكن إذا كان عجينة يعني كثيرة بحيث تبقى زي ما بيضة ترى بيضة على الشعر وكذا هذه تكون عازلا، ينبغي الإنسان قبل أن يتخلص منها، لأن يعني المطلوب هو مسح وإيصال الماء لجميع الشعر من غير عازل يعزل عنه، فإذا كان مثلا الشعر يعني مدهون بزيت أو بكريم أو شيء ولكن ليس يكون عليه طبقة هذا جائز لا إشكال فيه. بس إذا كان حسيت أن الكريم دارت مادة عازلة بين الشعر والمية؟ لا، إذا كان يكون مادة عازلة ما يكفيش، لابد من إزالته، وتكون مادة عازلة لما تكون كثيفة، لما تكون يعني مقدار كثير منها بحيث أن الإنسان يبصرها، يبصر مادة بيضاء على الشعر هذه تبقى مادة عازلة لا تكفي. هو لعل في نوع من الكريمة حتى لو قليلة لكنها يعني إذا كان جسم عليها جسم شفافة لكن تيبس فهي تيبس الشعر، يعني تبقيها على حالة واحدة، على حالة مثلا تسريحة معينة وكذا. لا مثبت للشعر. إذا كان جل ولا مثبت للشعر ولا زي ما يستعملوا في النساء يسموا الميش ومسائل هذية، أي سألنا عليها كثير من الناس الكيميائيين فذكروا حتى النساء يذكروا أن هذه الأنواع عندما تلتصق بالشعر لا تزال حتى بالماء ويتبقى ملتصقة بالشعر إلى أن تفنى الشعرة وتكمل مدتها، يعني تحتاج إلى كم شهر، ستة شهور أو كذا. هذا في الميش. أيوه. في الميش يعني ممكن يكون في نوع من المثبتات حتى بنفس الخاصية هذه، بمعنى لا يتخلص من الشعر بالماء، لا يزيلها الماء ولا يتخلص من الشعر إلا بسقوطه إلى أن ينتهي وينبت شعر جديد، فهذا لا يجوز استعماله لأنه يسبب فساد الطهارة، يسبب فساد الغسل، الناس ما ينبغيش أن تبالغ في الأشياء، لأنه لو الإنسان بيتبع الاختراعات الغربية الذين ليست لهم قيود في هذه المسائل وليس لهم ضوابط، لأن ليس عندهم اغتسالات واجبة والوضوء ولا عبادة،
الإنسان بيجاريهم في بلادنا والمسلمين بيجاروهم يمكن يفز عليهم كثير من عباداتهم وكثير من أعمالهم، ليس في الوضوء فقط بل في كثير من العبادات الأخرى. ولكن الناس ينبغي أن يقتصدوا في هذا، وكثير من الأشياء أيضا قد تظهر لها مع مضي الزمن آثار جانبية سيئة، يعني آثار صحية، فالناس يتساءلون خصوصا النساء في مسائل ما يتعلق بالوجه وإزالة الشعر والتقشير والمسائل تتعلق بالتزجيج الحواجب والمسائل دي، كثير من يستعملوا وسائل هي حديثة وربما لأول مرة أو في الأمر تعطي بريق والناس تهتم بها، وبعد ذلك بعد مضي مدة يكتشف لها آثار سيئة على البشرة وأمراض خطيرة وأشياء، يقول بعد الناس يبقوا يعانون منها. فالاقتصاد في مثل هذه المسائل مطلوب، مثلا ينبغي لا بأس من التجمل الهيئة وتحصيل الهيئة مطلوب، لكن ينبغي الناس لا يكون عندها يعني سباق محموم في مثل المسائل، وكل ما يجد وكل ما يخرجه الغرب يتسارع عليه الناس ويطبقونه على أنفسهم، وكثير من هذه الأشياء ربما يسرف البلاد العربية والبلاد الإسلامية في استعمال أكثر مما يسرف فيها الغربيون. لو شوفوا الميزانيات التي تصرف على أدوات التجميل في الإمارات في دبي تجدون أضعاف أضعاف ما يصرف في العالم الغربي. أكثر من مليار يعني. شوف يعني. أكثر من مليار يعني. شيء عجيب هذا بالفعل. مبالغ خيالية. مبالغ خيالية. أكثر مكان في العالم في أشوف، وكثير من الأشياء كما قلت يعني فيما بعد تظهر لها آثار سلبية على الصحة، ويبقوا اللي يعاني منها المسلمون، والغرب استفادت مصانعهم بالتجارب وضبط الأشياء اللي هي. زيت الزيتون يعني لابد أن يكون نافعا إلى أن تقوم الساعة، لأن الله عز وجل مدحه في القرآن وسمى شجرته شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري داهن بالزيت، وهذا لابد أن يكون فيه نفع وفيه فائدة، ولكن يسر عن العازل يسر عن هل هو عازل؟ لا ليس عازلا، لا ليس عازلا، ليس عازلا، هو يعني فيه فوائد وفيه منافع وليس عازل، ولكن مش معنى هذا الناس ينبغي أن يقتصروا عليه، لهم أن يستعملوا غيره، لكن المطلوب يعني ألا يسرفوا في مثل هذه المسائل التي تؤثر على العبادات. ذكر عفوا شيخ مسألة تخليل الأصابع المؤلف. إيش تخليل الأصابع؟ تخليل الأصابع في غسل اليدين. في غسل اليدين واجب. في غسل الودين واجب، لأنه وارد وخلل بين أصابعه، حديث لقيط بن صبرة، تخليل أصابع وارد في حديث أصابع اليدين. أصابع الرجلين عند علماء المالكية تخليلهم مندوب عليه السنة، قول لشدة التصاقهم فكأنهم كل عضو واحد، بخلاف أصابع اليدين فهي منفرجة يجب كأنها أعضاء متعددة يجب تخليلها. هل يخلل في نهاية غسل اليد بعد أن يغسلها ثلاثة يخلل؟ لا لا، في كل مرة، في كل مرة هكذا يخلل، زي لأن كان مطلوب، كما أنه مطلوب منك أن تغسل هذا المكان ثلاثا، مطلوب منك أيضا هذا المكان أيضا ثلاثا. يتوقف لا طيب، لكن لو اقتصر على مرة واحدة الوضوء صحيح، لأن حتى الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.